ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا دويرة في واحد الحانوت اللي شغنقول لكم متنوع وفيه علاش ما حليتو فمكم وعلاش ما قلبتو. انا غندير لكم دويرة في هذا الحانوت، فيه كل شيء، فيه المواعن الاواني المنزلية، فيه الحوايج، فيه كل شيء كل شيء كل شيء علاش ما قلبتو، غتلقاوه ان شاء الله. بغيت نذكركم انني مازال عند الوعد ديالي ومازال في كلمتي ومازال غندير الجيفوي ان شاء الله، وان لي كادو اللي غندير لكم اولا الكادو اللي غندير لكم غيكون من هذا المحل، فبقاو معنا باش تشوفوا شنو عنده وتعرفوا على الكادو ديالكم باش نزيد نشجعكم ونحمسكم انكم تشاركوا في هذا الجيفوي. هذا ها نتوما كاينين هادشي ديال الشيشوارات ولي بلاك وهادشي، وكاين كيما قلت لكم الحوايج، كاين المونطويات ديال البرد، كاين لي بوط، كاين العجانات، كاين علاش ما قلبتو وعلاش ما حليتو فمكم. اذا بقاو معنا وما تمشيو فين. بالنسبه للعجانات، ها هما عنده العجانات لا مارك زوينه، هو مول المحل غيهضر لكم عليهم. اذا قلنا هادو العجانات الماركه ديالهم لاكور، هما هي ماركه اسبانيا الصنع، روبست، يعني لي وات نتاعها كتوصل حتى ل 1500 واط. وهذه مناسبه نيت باش نوصي اللي بغات تشري العجانه باش تاخذ من 1200 والفوق، يعني من 1300 1400 1500 فما فوق من ديال لي وات. اجي عنده راه كيدير ثمن زوين بزاف، انا غنخلي لكم العنوان ديالو كل شيء. اذا مرحبا بكم، هادو العجانات دو مارك لاكور كما قلنا لإسبانيا الصنع. الكوكوتات هو مول المحل، قلنا هادو كوكوتات الماركة هي ماريبوزا إسبانيا الصنع، يعني واحد الماركة زوينة بزاف، واللي شفتها في النساء كتعجبهم زعما، يعني وعندي يعني جميع الاحجام من 3 يطرو ونص الى حتى 8 يطرو. الاثمنه راها جد جد مناسبه وغادي تعجبكم بزاف، ومرحبا بكم في المحل اللي في الاخير ان شاء الله في الاخير ديال الفيديو صفاء غادي تعطيكم العنوان، ومرحبا بكم. هادو العصارات وليمولينكس هو غيهضر لكم عليهم وغيقول لكم الاسم ديالهم لي مارك، عفوا غيقول لكم لي مارك وغيقول لكم الاثمنه وكلشي. هادي مولينكس بونانا المانيا الصنع، وهذه اللي حداها الكري، يعني مولينكس لاكور اسبانيا الصنع. هذه عصاره ديال الليمون البيضاء جاديس المانيا الصنع، وهذه حتى هي عصاره بروفيسيونيل المانيا الصنع كذلك. شي حاجة هذه الصفراء، يعني شي حاجة جد متطورة وعجيبة، يعني شي خدمة فيها يعني عجيبة جدا. اذا هادو هما لي هذا هو البوكس ديال لي مولينكس، وكاينين موجودين غير انا حط يعني حط غير وحده وحده باش على حساب الكليان اللي بغى شي حاجة. هادشي زوين عنده تبارك الله، كان من هاد المنبر كنقول لكم اجيو لهاد الحانوت، راكم غتلقاو فيه كلشي كلشي كلشي. مازال خليكم معنا باش نشوفوا حويجات اخرين. هاد البريردات وهاد البرايق ديال تركيا، تفضل. اذا قلنا هادو برايق ديال اتاي وديال القهوه، يعني شي حاجه جميله جدا جدا. لي مارك كاين فيهم لوكسيوس وكاين فيهم إليت،
وكاين فيهم كنز، وهما يعني اسم على مسمى، هما كنز نيت، يعني مصنوعين من الصنع ديالهم من الكروم، يعني شي حاجة يعني جميلة جدا لدرجة أنني واخد منهم أنا للدار، عجبوني بزاف. وكان نقول لكم بأنه يعني هاد لي مارك راهم دي مارك يعني زوينة بزاف. يلا نشوفوا حويجات اخرين. عاود هاد الغلالي ديال الماء هما ديال تركيا، قلنا لي مارك ديالهم هما فيهم إيليت وفيهم كنز وفيهم كلاسيك، وكلهم يعني ديال تركيا زوينين بزاف، ويعني وتقال تقالين، ويعني الخدمة ديالهم زوينة بزاف. ومرحبا بالاقتراحات ديالكم، مرحبا بكم كاملين في هذا المحل هذا. انا غنخلي لكم كما قلت لكم العنوان وكل شيء، وانتم قولوا له من طرف صفاء شوبينغ وهو غادي معكم ثمن مخير. مرحبا مرحبا اللي جاني من طرفك، مرحبا به. شكرا. وهاد المقيلات ها هو غنخلي مول المحل معكم يعطيكم عليهم، يهضر لكم عليهم شويه. هادو مقيلات لا مارك قلنا أولينا ديال الجرانيت على ثلاثة ديال الأحجام، وفيهم ثلاثة ديال الألوان، كسرونات تقالين لامارك سميتهم أولينا جرانيت ديال الجرانيت. وهادو ديال خاصين بالفريت بالشبيكات نتاعهم، وكاين حتى هاد لامارك ديال السيراميك، لامارك الماركة ديالها هي كنز، والكنز يعني كنز اسم على مسمى. اذا ندوزو نشوفو حوايج اخرى. كسرونات هادو راهم تاهما زوينين بزاف. هادو كسرونات على خمسة ديال الأحجام، لامارك برانديلي إيطاليا، الإينوكس ديالهم 18 10، يعني أحسن أنواع الإينوكس. هادشي زوين تبارك الله. كسرونات مزيانين بزاف، الإينوكس كما قلنا أحسن أنواع الإينوكس اللي هو 18 10. طارات هادو ديال القهوة راهم زوينين تاهما بزاف. طارات فيهم أحجام وفيهم الاشكال، كاين اللي هي ديال الضوء خاصه بالبريز، كيطلعوا شي قهوه يعني قهوه عجيبه من داك الشيء الرفيع. فيهم الاحجام والالوان. هادو لاطات ديال الدجاج ديال الكغاتان كيدخلوا للفران، وكاين فيهم احجام واشكال. هادي ديرالكس، وهادي بوركام كما كتشوفوا بوركام. راه المحل شويه باقي مرون حيت كتجي السلعه ومازال ما رتب هاد الشيء، راكم عارفين. اذا مرحبا بكم، والأثمنة راها جد مناسبة، وخصوصا اللي غيجي من طرف صفاء. الميزانات ديال الكوزينة زوينين، اللي بغى يوزن بالضبط. هادو ميزان ديال الكوزينة كيوزنوا حتى لاكاباسيتي ديالهم حتى 10 كيلو،
ولاو يعني ضروريين في الكوزينة بالنسبة للمرأة الحاذقة، وكيجيبوا واحد الدقة، كيجيبوا واحد الدقة متناهية. ومازال باقي غنشوفو حويجات اخرين، مازال ما شفتو والو. هانتوما هاد الشي عاوتاني، هاد الاواني الزجاجية شحال زوينين. هادو دي بونبونيير في جميع القياسات، والشكيلات ديالهم زوينين بزاف. بالنسبه اللي بغى يحطهم في منيدر ولا يستعملهم راهم زوينين. هانتوما كتشوفوا وحداهم داك المجموعه ديال الكيسان ديال البلار، كيسان تقالين ومزيانين. هاد لي بونبونيير ديال الصبليون ديال سونغا، شوفوا الزاج ديالهم كي داير كيبريي. كيلمع. اذا مرحبا بكم مره اخرى. هانتوما هاد الكويسات ديال اتاي، تا هما الشكيل ديالهم كي داير. كاين شكيلات ولوينات، مرحبا بكم والف مرحبا. وكل شيء هاد الشيء راه ماشي ديال هنا، هاد الشيء راه ديال برا. وسمحوا لنا على الروينه، راه حنا كنصوروا داك الشيء مازال مرون شويه، مازال السلعه ما ترتبات. هاد الشيء راه عاد دخل. هاد الطحانات هادو ديال العطريه وديال القهوه، هادو طحانات ديال العطرية كما قالت صفاء، وشي حاجة يعني مجهدة بزاف. كاين البروفيسيونيل وكاين العاديين ديال الدار. كاين شي حاجة اللي هي زوينة بزاف. هانتوما البانيني، بالنسبة اللي مازال ما عندوش بانيني، هادو لي بانيني الاحجام يعني العائليه ديال الدار، لا مارك جاديس المانيا. ملي تسمعوا جاديس يعني عرفوا لا مارك الماند. جاديس يعني مطلوبه بزاف، وخصوصا ملي الكليان كيسمع بانه او كيتيقن بان لا مارك المانيا، والمانيا يعني معروفه التكنولوجيا الالمانيه. نعم نعم، الجوده المانيا معروفه بالجوده. ريشو ضروري خص يكون عندك في الدار، الا خوات لك البوطه على غفله وما لقيتي عليهش طيبي، واخا كيجيبو كياكلوا الضو شويه، ولكن ضروري يكونوا عندك في الدار. مره مره كتخوى البوطه على غفله، وزوينين كيطيبوا الصراحه مزيان. الماركة ديالهم هي بونانا، ولا مارك بونانا معروفة غنية عن التعريف. نتوما هاد الترموسات ديال تركيا كيحمقو، شوفو غير الشكل ديالهم كي داير روعة. لا مارك ديالهم فيهم لاكور وفيهم كنز، هما ديال الالومنيوم. هادشي هائل كيلمعو. وكاين القطارات حتى هما لاكور، هي معاهم واحد كتبان واحد القطارة ديال القهوة، حتى هي لاكور. ولاكور يعني الماركة التركية، وكلنا كنعرفوا بأن تركيا غادية في واحد الطريق مستقيم نحو التصنيع. عاوتاني هاد الترموسات الفرديين، بحال دابا اللي بغا يمشي لشي رحله ولا شي حاجه يخرجوا معاه خفيف، والشكل ديالو زوين بزاف. ومثلا كاين اللي كيبغي يشرب القهوه، كاين اللي كيبغي يشرب غير الحليب، كاين اللي كيبغي غير اتاي، هادو كيجيو فرديين كيجيو زوينين. فيهم هاد اللوينات هادو اللي كتشوفوا،
فيهم جميع الالوان وثلاثه ديال القياسات، وعندهم منين كيتهزوا يعني داكشي زوين بزاف. زوينين، انا شخصيا والله ما كرهت شي واحد وعجبوني، عجبوني بزاف بزاف بزاف. ثم هاد البريمات وهاد الطاوات ديال الطياب زوينين زوينين بزاف بزاف. هانتوما كتشوفوا هاد الطاوات وبرمات يعني من فيهم الاحجام ولا مارك ديال مونتي ايطاليا، ايطاليين الصنع، تقيقلين وكيلمعوا بريو. نشوفوا هانتوما عاوتاني هاد الطقم ديال المعالق والماس والفراشط وداك الشيء، فيهم الاحجام المعالق الصغار والكبار. المهم شوفوا هانتوما كتشوفوا، شوفوا شحال زوينين الباك. فيها 24 يعني 12 ديال المعالق، 6 كبار و 6 صغار و 6 ديال الفراشط و 6 ديال الماس. اجي وبدلوا المعالق اللي عندكم، كل حاجه من الشكل، والماس اللي عندكم كل حاجه من الشكل، وديروا هذا الطقم كامل، كيمشي كامل زوين كيجي، وكيجي في الحقيقه رائع والله العظيم، والثمن ما نحتاجش نقول لكم. هاد السخان ديال الماء شحال زوينين حتى هما، ومهمين بزاف هاد البرد بالنسبه للناس اللي كينوضوا في الفجر يصليوا الفجر الله يتقبل. بلا ما تنوض عاد تشعل البريكه والبوطه، وهذا كتركب لهذا البريز ديالو كتسخن الماء، والاهم من هذا الشيء كامل انه كيسخن دغيا في رمشه عين قبل من البوطه، يعني سريع سريع وزوين بزاف وما كياكلش الضو. ها نتوما حتى هما كاين جوج ديال الاشكال، كاين كنز وكاين امبريال. وكنز يعني معروف بالجوده ديالو، كنز يعني كما قلنا سابقا كنز اسم على مسمى. نعم يا صفاء. ها نتوما الناس ديال افران، شوفوا هاد السخان هذا ديال الضو، ماشي غير الناس ديال افران، راه البرد جا قاصح هاد العام. الحمد لله البرد جا قاصح. شوفوا هاد السخان هذا، ممكن تحطو معاك في البيت، ممكن تحطو معاك في اي بلايص، راه زوين 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 بزاف، وكيسخن ما نقول لكمش كيسخن الصراحه في هاد البرد والله العظيم. هادو جوج ديال الاشكال ديال السخان الكهربائي، كاين اللي وحدك ما كتبقى حاس لا برد لا حتى حاجه، كيدفي وما كياكلوش الضو، كيسخنوا مزيان بكل صراحه. لا مارك ديالهم او اف بي من تركيا. العلب هادو ديال البلاستيك شحال زوينين، البلاستيك ديالهم زوين، وفيهم ثلاثة ديال الأحجام، كيجي وحدة في وسط وحدة في وسط وحدة، زوينين بزاف بزاف. هانتوما كانوا الصراحة الألوان بزاف، ولكن مشاولو داوهم الناس بزاف. نعم بقاو فيهم هاد جوج ديال الألوان، الخضر والغوز، شوية بالبلوسيال بلوسيال. نعم، وما عندوش غير الماعن وداكشي اللي خاص بالمطبخ، وانما عنده تا هاد الشيء شيشوارات لي بلاك لي بروس الكتريك، عنده بزاف ديال الحويجات لي زوينين. ها نتوما هاد الشيء زوين بزاف بزاف، وعندو حتى الحوايج ديال البرد. و المهم حنا غنشوفو كلشي كلشي ان شاء الله، غنشوفو حويجه بحويجه. وكاين حتى الماكينات ديال الحسانه ديال الشعر. المهم هادشي كامل اللي خاص بالشعر. واش غنقول لكم، هاد لي بلاك راهم زوينين بزاف بزاف، انا شخصيا واخده واحد منهم. كي جاك هذاك اللي خديتي يا صفاء؟ مخير الصراحه والله العظيم، راه كيدير ثمن زوين والله، ما تلقاوه في شي بلاصه اخرى. لا بغيتو اجيو عندو وغيدير معاكم ثمن زوين. مرحبا باللي جا من طرفك، وخصوصا لي بلاك الصراحه راهم اش غنقول لكم والله العظيم، الا
كتعرفوا البلاك واخا كيصاوب المصاوبه ديالو كتجي شويه ناقصه على الشيشوار، ولكن هاد البلاك هادو انا خديت واحد منهم كي كيجي كتجي المصاوبه بحال اللي ديال الشيشوار نيت، كتجي زوينه بزاف، كيجي الشعر مطلوق ومسرح. خديتي ليك وخديتي لختك وخديتي البنت خالتك كلهم خداو هاد هاد لي بلاك هادو زوينين والله العظيم. وهذا الشيء عاوتاني هو غي يهضر لكم عليه شويه، هاد الحانوت رجال وعيالات، مرحبا بكم الرجال انتوما، هاد الشيء راه ديالكم. هادو لي شينيول لي مارك، كاين بوش، كاين ماكيتا، وكاين هيتاشي، وكاين ديوالت، هادو غير لي مارك بروفيسيونيل. وكاين الاغلبيه غادي كيعرفوا يعني هيتاشي وماكيتا وبوش الغنيه عن التعريف الالمانيه. كاين بوش المانيه الصنع، ماكيتا يابانيه الصنع ديال الجابون هي وهيتاشي، وكاين ديوالت مادين ايزا يعني ديال امريكا. وكاينين لي مول كاين هيتاشي وماكيتا وداني، هادو ثلاثه ديال لي مارك اللي كاينين ديال لي مول. وكاين لي فيسوز ديال في الاحجام، ومختلف يعني الاشكال. هادي لاسبيراتور جينيرال تركيا، واحد الخدمه فيها عجيبه جدا، كتاسبيري يعني كتشطب اي حاجه خصوصا الغبره كتجمع لها، ما كتبقاش ما عندهاش هي شي حاجه سميتها الغبره، كتسالي معاها في الغبره، زوينه بزاف. وعند هذاك الكاس ديالها يعني باين ملي بحال دابا ملي كيبدا يعمر، يعني كتشوفي شحال ديال الغبره يعني عمرات، باش كتي وسهله في الجبي باش تحيديها، سهله يعني السيفي باش تتبركي على هاد البوطونه هادي، هاد البوطونه هادي كتوضيها عاوتاني، يعني سهله بزاف. هادي بوطون ديال باش كتحيديها. لي بورتمونجي شحال زوينين حتى هما، لي بورتمونجي ديال الانوكس، وفيهم جوج ديال ثلاثه الاحجام، عندي ثلاثه ديال الاحجام، يعني اللي كيدي مثلا معاه كيمشي كيقيل في الخدمه وكيبغي يدي مثلا الغداء ديالو، ما كيبغيش ياكل في الزنقه مثلا، كيدي الماكله ديالو، كتبقى محافظ عليها كما ديتيها كما كتبقى، زوينين بزاف حتى هما، وضروريين حتى هما من الضروريات. هاد الجويكطات هادو ديال البرد راهم زوينين، واشكال مختلفه، عنده بزاف ديال الاشكال والالوان، بزاف ديال الالوان، كل واحد وشنو الالوان اللي كيعجبوه. هادو انتما كي دايرين، هادو ماشي جويكطات، هادو جواكط نيت بمعنى الكلمه، السخونيه يعني ما يبقاش بنادم يحس بالبرد. هانتوما فيهم اشكال والوان روعه والله العظيم، اللي كيحمقوا انتما كتشوفوا فيهم. زوين هادشي، انتما هاد الاحذيه هادو شحال زوينين. هادو صبابط الماركة تامبرلاند، مشاو بواحد السرعة خيالية، حيت الشكيل ديالهم زوين وصحاحين وما كيدخلوش البرد، كيسخنوا رجلين. هادو لي بوط، شوفوا البنات لي بوطات كي دايرين، والصراحة ما بغيتش نقول لكم الثمن، بغيت نخليها لكم مفاجأة تجيو وتشوفوا. انا والله الا الثمن ديالهم صدمني، هادو ما كيدخلوش الشتا، ما كيدخلوش الفزهاق، وسخونين حيت مبطنين. اه وراه هادشي اللي بقالو منهم، مبقالوش منهم بزاف. هادو لي زيسبادريل فيهم شكيلة حتى هما، المهم
جيت نصور لكم هذا الشيء كامل اللي عنده، راني الصبيطات ديال الوليدات الصغار شحال زوينين حتى هما وصحيحين، ولكن مازال ما شدوش بليصتهم. ها انتم كتشوفوهم هكا. الصراحه تبارك الله الحانوت كبير كبير بزاف، وكل ما كبر عامر بزاف، ما كاينش فين تحط لي برا. داكشي علاش باقين ما مرتبين. كاينين هادو الصابويات، هادو الصابويات ديال الرجال وصحاحين، كيلبسوهم كلشي صفاء، كيلبسوهم رجال وعيالات. هنا بان لي الشكل ديالهم بحال ديال الرجال. المهم كيلبسوهم عيالات ورجال. شوفوا كي دايرين صحاب. شوفوا هاد السكريات هادو شحال زوينين. هادو السكريات تقدر دير فيهم السكر، تقدر تحطهم غير ديكور، كيجيو زوينين. وهادي ديال اللي حداهم ديال الزبده، واحد الشكل فيها جميل جدا، عندها الغطايه ديالها كتهز. هادشي زوين عندك تبارك الله. هما هادو الكرتونات تاع السكريات، داك لي بواط ديال الزبده. وكاين هاد لي بواط ديال اطلس بلاستيك ديال الثلاجه، ديال الثلاجه ديال المطبخ، وفيهم شكيلات. راه البلاستيك ديالهم زوين ما تخافوش منه، واخا دخلوا للثلاجه واخا ديروا فيه الحاجه سخونه، البلاستيك ديالهم زوين. اطلس بلاستيك راكم عارفين الماركه ديال اطلس بلاستيك، معروفه بالجوده. فيهم الاحجام، وكاين هادو ديال العطريه، ديال العطريه فيهم جميع الالوان، فريعات نتاع العطريه، الشكل ديالهم زوين بزاف. انتم كتشوفوا فيهم جميع الالوان، كل شيء كاين تبارك الله في هذا الحانوت. علاش ما قلبتو؟ شوفوا هادو عاوتاني شحال زوينين، فيوز ديال الضو. هادو بالنسبه اللي عنده الوليدات الصغار كينوضوا بالليل، ولا اللي عنده مثلا شي الوالد او الوالده كبارين في السن وكيبغيو الضوء انه يبقى شاعل، ما فيهم ما ينوضوا النقاصه ديال الضوء. الضوء ديالهم خفيف كيجيو زوين، ممكن تنعسوا ويبقى مشعول حداك ما غيزعجك ما والو، وزوين الضوء ديالهم. نعم، وملي كتنوض بحال دابا كينوض بنادم يعني كافين، هما كيوريوك الطريق يعني كتشوف الطريق بكل سهوله. الاثمنه ديالهم جد مناسبه. ها انتم هادو واحد البولات زوينين بزاف ليد، اقتصاديين وزوينين بزاف، ما كياكلوش الضو وزوينين. ها هو غي السيد مول الحانوت غيفتحها وغيورينا كي كدير كي دايره. كتكون هكا يعني على ثلاثه، وكتحل هكا كتحل باش كتفرق الضو. كتجي زوينه بزاف، عرفتوا الاضاءه ديالها كي دايره. الضو ديالها خفيف وبيض زوينه وناصع واقتصاديه. انتما هاد الطراب وهاد الميكسور تا هما، سمحوا لي ما غنوريكمش كلشي، باقي الصراحه ما يتشاف، ولكن الا جيتو بنفسكم غتقلبوا على داكشي اللي باغيين غتلقاو ان شاء الله. انا غنوريكم غير البعض حيت الفيديو راه جا طويل بزاف. ها انتما هذا طراب وميكسر، يعني فيهم اشكال، كاين شكيل نتاع بونومي وكاين إيليت. انا ما سخيتش الصراحه نمشي من هنا، ولكن صافي. نتوما هاد الشبيكات هادو ديال الكوزينه راهم زوينين حتى هما وضروريين ولاو، وكيوفروا علينا بزاف ديال
ديال المساحة كيجيو معلقين هكا، كيوفروا علينا بزاف ديال البلايصات نديرو فيهم حويجات اخرين، نستغلوهم في حويجات اخرين، راهم زوينين وفيهم بزاف ديال الاحجام وجوج الالوان فيهم وصحاحين مزيان، كيهزوا الثقل، كيصبروا الثقل مزيان، ماشي من هذوك اللي يتضغطوا. ومرحبا بكم مرة أخرى.